السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. النهارده برنامج اسرار الحياه جاي بقول لكم شغل عن هاند ميد. لما نقول هاند ميد بنقول الرقي، بنقول المجهود والتعب. طبعا مش هدخل في موضوع حلقتي كالعاده، خلينا اصبح على زميلتي ندخل في موضوع الحلقه. صباح الخير يا استاذه. صباح الخير يا استاذه ايه. طبعا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودناكم اسرار الحياه سر من اسرار الحياه، كل يوم سبت بنجيب ضيف نعرف سر من اسراره. وطبعا قبل ما اخش في موضوع الحلقه احنا نسينا طبعا نقول لكل ام كل سنه وهي طيبه، كل ام هي نبع العطاء والحنان، كل ام تحت اقدامها الجنه. موضوعنا النهارده هيتكلم عن الشنط الهاند ميد، ولما نتكلم عن الشنط الهاند ميد هنتكلم عن صبر وتعب ومجهود، ازاي اخرج قطعه كلها حب وكلها محبه عشان اخرجها واديها للعميل بتاعي. هنتكلم النهارده عن شنط الجلود الطبيعيه. كلنا حصل لنا ظروف بنجيب شنطه بندفع فيها مبالغ كبيره، لكن للاسف مع الوقت بيبوظ وبتقشر، لكن الجلد الطبيعي بيفضل زي ما هو برونقه وانقته. طبعا النهارده انا مش هدخل في الموضوع اكتر من كده، انا معايا النهارده مصممه جلود طبيعيه هاند ميد استاذه نسمة قاسم. اهلا وسهلا بحضرتك. أهلاً يا استاذه نسمة، نورتينا. تسلمي. اهلا بحضرتك نسمة. قبل ما نبدا موضوع حلقتنا عايزين تعرفي الساده المشاهدين بنفسك اكتر وشغلك اكتر. انا اسمي نسمة قاسم، مصممه جلود هاند ميد. يعني اتعلمته هو بعيد خالص عن مجال دراستي. يعني هي دراستي اداب الماني، بس انا حبيت ال. طب ايه اللي جاب اداب الماني لهاند ميد؟ والله هو انا درست اداب الماني وبعد فتره حسيت ان انا عايزه اعمل يعني اشتغل حاجه خاصه بيا. تمام. هي اكيد الفكره كانت هوايه، هي انت حبيتيها؟ ما كانتش باينه انها هوايه قوي، يعني هي كانت في الاول انا حابه الحرف اليدويه عامه، بس اتجهت بقى للهاند ميد في الجلود. مش عارفه هو حاجه شدتني ليه. يعني ايه اول فكره يا نسمه جات لك اللي انت تصممي التصميمات دي؟ هو زي ما قلت هو كان بعيد كل البعد عن تفكيري خالص. بس انا مع الوقت حسيت ان انا ايه لازم اعمل حاجه، يعني عايزه اعمل حاجه واكون في نفس الوقت وسط ولادي وكده. تمام. ففكرت ان انا اعمل مشروع خاص بيا، فتعلمت بقى المجال ده، رحت له اكاديميه مخصوص ودرستيه. درسته. يعني هي ابتدت الموضوع هوايه وبعد كده دراسه. يعني انا عندي كانت هوايه الرسم، يعني انا كنت بحب ارسم جدا، والعمليه بقى ابتدت يعني تاخد شكل اكبر لما اتعلمت الجلود، فبقيت احط الرسومات على الجلد بقى. بترسميها؟ بتمسكي مثلا الفرشه وبترسمي الرسومات دي اللي موجوده؟ برسم وبدق وبقبب الشغل على الجلد. يعني النسبه افهم من كلامك ان الشغل ده بيتعمل بايدك انت؟ بايدي انا بجيب الجلده ذات نفسها، بتكون يعني عباره عن شكل الحيوان. بتجيلي بقى من غير اي لون خالص، بتجيلي لونها ابيض. تمام. او لونها بيج. وانا بقى ببتدي اشتغل عليها، ارسم في الاول بصمم الباترون بتاعها. التصميم بتاعها الاول برسمه على ورق، وبعد كده ببتدي ان انا انزل الشغل ده على كرتون، والكرتون ينزل على الجلد بقى. وبعدين بقى ابتدي ان انا اشوف الديزاين ده يلبق له ايه رسومات، يعني ايه الرسمه اللي تمشي على الديزاين، وابتدي بقى من هنا احط الرسمه على الجلد. بياخد وقت ومجهود كبير ان انت تعملي كل المراحل دي. صعب انت الموضوع يعني صعب، وكمان اللون. كل ده اللون انت كمان انت بنجيب اللون. بنجيب خامات. الخامات هي الجلده بتبقى بيور خالص، لونها بيج فاتح خالص، وبتجيلي حتى هي رسمه لو جملي، لو الجلد جملي فانا بيبقى قدامي الجلده شبه الجمل يعني. بس مفروده كده، هي واخده رسمه الجمل. بس يعني الجمل نفس الكلام. التقطيع بيبقى صعب، بتبقى ناشفه جدا. هي يعني قطر. دي محتاجه يعني شويه يكون في قوه وثقه وانت ماسكه القطر، لان التعويره فيه بتبقى وحشه. انت فاهمه انت هتعملي ايه بالظبط؟ بتبوظ الجلد ذات نفسه لو اي غلطه. وهو الجلد عندي انواع كتير، يعني انا عندي كل انواع الجلود احنا ممكن نشتغل بيها. جملي، جاموسي، بقري، جلد الماعز. حتى انا ببطن الشغل بجلد ماعز. يعني لسه كنت بقول لك والخرفان وكده وعادي، والضاني. الخرفان ده بيبقى اسمه ضاني، بنعمل بيه المحافظ والاحزمه والحاجات دي كلها. كل الحاجات دي بتبقى جلود طبيعيه حقيقيه، يعني بتبقى جايه بيضه خالص، وانا ببتدي انزل عليها الصبغه والرسمه والالوان، بلون بقى الحاجه بالوان مخصوصه للجلد. وبعدين بدي الشغل ده كله طبقه عازله. اسمها ايه اول حاجه عملتيها وعجبت اللي حواليك قالوا لك اشتغل انت ممتازه وكده؟ والله هو في البدايه انا اول ما قلت عايزه اتعلم جلود، اول واحد وقف ورايا ودعمني جدا كان والدي. فيعني انا من هنا طبعا بقدم له كل الشكر، وكل حاجه حلوه في الدنيا بقدمها له هو. فهو قال لي اوكي يلا.
ونزل اشترى لي حتى اول مجموعه جلود. بالظبط عشان كده قالك اوكي اشتغلي و... والله هو انا مجرد بس اتعلمت وعملت في الكورس عملت شنطه. هو شافها قال لي يلا انا هشتري لك اول مجموعه. اشترى لي فعلا مجموعه جلود كبيره جدا كانت متنوعه ماعز وضاني وحاجات كتير، وقال لي خدي بوظي. طب حلو جدا لأ. يعني بيشجعك. قال لي خدي بوظي اتعلمي، لان برضو الكورس انت بتخرجي منه برضو بتبقي محتاجه عايزه تدريب اكتر، لازم بايدي اشتغل. لازم ف قال لي خدي اشتغلي، اشتغلي اللي تشتغليه واللي بوظيه بوظيه. طبعا انا طبعا ما عملتش كده واشتغلت الشغل. بقى الشغل كويس. واول ما اشتغلت ووريته الشغل قال لي لا الشغل ده محترفين انت تنزلي بيه. بس نطلع فاصل بسيط ونرجع مره ثانيه. اتفضلي فاصل بسيط ونرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم مره ثانيه ومع شغل الهاند ميد. كان سؤالنا قبل الفاصل مين اللي شجعك وازاي ابتديتي الشغل؟ هو والدي اللي شجعني جدا، يعني كان واقف في ظهري في كل حاجه، هو اللي كان مديني الثقه بالنفس. فاول مجموعه عملتها قال لي لا دي لازم تنزل تتعرض والناس تشوفها، ولان انا شايف ان هي، هو والدي برضو في المجال بس ديزاينر بس ليزر شوز يعني بيصمم احذيه. بس والدي في المجال بقاله كتير يعني فوق الأربعين سنه. فعشان كده هو اول ما لقاني اخترت الجلد الطبيعي قال طب ليش معنى الجلد الطبيعي؟ قلت له مش عارفه. قال لي يلا مش اكيد قدامك الجلد الطبيعي، والدك بيرسم دايما وبيشتغل في الحاجات دي، انت حبيتيها. ما كنتش بشوف الجلد الطبيعي ده يعني ما كنتش بعرفه. يعني هو انا بشوف والدي طول الوقت بيرسم وبيشتري كتالوجات اجنبيه وبيطلع على الحاجات دي، لكن عمري ما شفت الجلد الطبيعي الا لما دخلت بقى الكورس. وهو والدي برضو جلد طبيعي بس انا عمري ما شفت شكل الجلده وملمسها واحساسها والكلام ده الا لما انا بقى اخذت الكورس وابتديت اشتغل يعني على نفسي. يعني مجالك ده هوايه وفي نفس الوقت برضو تدريس. الاثنين كملوا بعض. هوايه ودرست. تمام. طيب الشغل الهاند ميد زي ما قلنا يا نسمة في البداية ان هو بيحتاج وقت ومجهود. طبعا حضرتك زوجة وام لأولاد، بتلاقي وقت ازاي بقى تظبطي ما بين هنا وما بين هنا؟ والله بحاول يعني على قد ما اقدر. هو اولا الشغل بتاع الهاند ميد الجلد بالذات هو مرهق طبعا، وما ينفعش ان انا مثلا اقعد ساعة او ساعتين واقوم يعني. عشان اطلع شغل لازم في اليوم مش اقل من 4-5 ساعات يعني. طيب شوفي بقى وقت قد ايه وما بتكونش القطعه خلصت يعني لو محتاجه يعني رسم. القطعه بتاخد معاكي قد ايه؟ والله وحسب حجمها يعني، حسب الحجم. لو حاجه بسيطه ممكن تاخد مثلا يومين ولا حاجه، لو حاجه محتاجه شغل شنطه لابتوب، محتاجه رسم، محتاجه يعني شنطه زي البوني اللي قدامنا دي كبيره. والله دي ما خدتش وقت لان هي مش عليها رسومات، هو اللي بياخد هو وقت. هو كل شغل يدوي. هي الجلده كده، ده جلد بقري طبعه التمساح يعني واخد الطبعه بتاعت التمساح. لا جميله ما شاء الله عليها يعني. جلد بقري. بس شغل زي ده برضو بيحتاج وقت ومجهود وتعب وحاجه. طبعا انت عشان تقفلي شنطه كمان بتقفليها انت؟ بقفلها انا. ازاي؟ يعني هي يعني بتكون المفروض كلها تتخيط ازاي؟ هقول لك. هي بتكون كلها زي ما قلت لك بتبقى جلده بيضة خالص. ببتدي ان انا على كرتون بنزل الرسمه بتاعتي. اقص كل ناحيه بيبقى ليها باترون، يعني كل ناحيه ليها شكل كرتون زيها، فببتدي اقص الكرتون على الجلد. خلاص بتبقى حتت، ببتدي بقى ان انا اشوف هصبغها، فعايزه تتصبغ اوكي، مش عايزه تتصبغ ونفس اللون خلاص بخليها، وببتدي بقى اخرم بقى يعني كل اللي في الجنب ده تخريم يدوي. تخريم يدوي. طبعا في تولز معينه بستخدمها للجلد، ما يعني هي مخصوصه للجلد، ادوات معينه مخصوصه للجلد. تخريم سنابك، حاجات سنابك بتبقى عباره عن 6 سنون 4 سنون، بتتخرم يدوي وبتدق وخياطه يدوي، كل حاجه يدوي. لا مفيش اي مكان في الشغل خالص. بتمسك الخيط وبتخيط فيها؟ خيط مخصوص للجلد، بيكون واخد طبقه شمع. بتبقى ليه سمكه معينه كده بيبقى واخد طبقه شمع. انا شايفه صراحه ان الفينش والخامات والماتيريال كويسه. لا يعني ده عايز صبر ايوب ان انت في جد تمسكي. ما هو لازم اكون بحب المجال بالذات الجلد الطبيعي يعني. مش هينفع اكون انا مش بحبه ومتعلم مش عارف اعمل فيها اي مش حاجه، مش هتقدري تعملي حاجه. هم عامه اي شغل ما فيهوش حب ما بيكملش او ما بيستمرش، لكن لان هو بياخد مجهود على فكره يعني. تمام. الفينش بتاعه كمان ما يقلش مجهود عن تجهيزه. يعني ايه التجهيز بتاعه؟ بياخد وقت طبعا انك توصلي للفكره قبل ما تنزلي على الجلد. تمام. ما ينفعش اهزر في الجلد الطبيعي.
وبعدين بقى تفنشي عشان يبقى التفنيش مظبوط، لان ما ينفعش يبقى اخر خطوه دي مهمه. هي ما بتكونش ممكن ياخد نفس الوقت اللي اخده الشغل الفينش، عشان الحروف تندمج مع الجلد ما يبانش ان في حروف، ما يبانش ان في فروقات يعني. بس انا اللي ملاحظاه برده يا استاذه ايه، ان الشغل بتاع استاذه نسمة بيناسب كل الاعمار. لا هي ما يعني مش يعني بصي كبير وصغير وشباب جالي بس مش في الكوليكشن ده. شفت فبسالك الموضوع يعني الشنط الصغيره دي تناسب الاطفال، الاكبر منها الشباب. احنا معانا صور برضو على ما اعتقد فيها في هو دي اخر كوليكشن معمول. بس هو بصراحه اي حد كمان عايز اي موديل يعني، ممكن تجي لي حد تقول لي انا عايزه امسك جلد طبيعي بس مش في دماغي. صور حاليا ما شاء الله عليكي يعني شغل ممتاز. كل ده يدوي. لا هو الصراحه الفينش والماتيريال والخامات ممتازه. والاشكال كمان بتناسب كل الاعمار. منك انت ايه هو اكتر حاجات بتطلب؟ شنط اللابتوب. لان انا كمان بكون حريصه ان شنط اللابتوب تمشي رجالي وحريمي. يعني بتبقى كارثه بقى اللابتوب ده، بيبقى انت ماشيه بيه مش لاقيه له مكان، مش لاقيه له وخصوصا بيبقى معاكي كمان الموبايل، معاكي المفاتيح، معاكي المحفظه، فعايزه بقى شنطه تلم المحتوى ده كله. كل ده بيتعمل حسابه جوه شنطه اللابتوب. فهي دايما اللي بيجي مثلا يقول لي طب انا عايز شنطه لابتوب بس مش هحط فيها لابتوب، نحط فيها اوراق وحاجاتي. اقول له اوكي. فببتدي بقى طب انت عايز جيوب من جوه، عايز سوست، عايز كذا. انا بصراحه ما يعني بحبش اللي هو بيطلبه انت بتعمليه على طول. يعني اي حد يعجبه اي شنطه ديزاين اي ديزاين. ما هو ده بقى ممتاز. لازم عشان كده كنت لازم اتعلم ازاي اصمم شنطه. يعني ممتاز. ما ينفعش تكون هوايه بس، لازم ان انا اتعلم ازاي اعمل باترون لحاجه هي في خياله. اصلا ممكن يكون هو مش في حاجه في دماغه بس هو مش عارف يوصلها. اكيد فانا ببتدي اعرف هو ايه اللي في دماغه وانزله على ورق. ممكن يصور لها ديزاين بالموبايل ويقول لها انا عايز. في ناس بتجيب من على الانترنت تقول طب انا عايز زي ده بس هعمل فيه اختلافات. اوكي بنعمل كل حاجه. يعني اي ديزاين يا استاذه هند، يعني لو تشوفي نفس الصور نفس الماتيريال. لا جميله كمان الصور برضو يعني شكلها كويس جدا. بس طبعا احنا هنا شنطنا طبعا الساده المشاهدين على الطبيعه اهي. الحمد لله الماتيريال كويس والفينش وحتى التصميمات مختلفه يعني بتناسب جميع الاعمار. وميزه كمان الجلد الطبيعي انه بيعيش لدرجه حضرتك ما تتخيليهاش. يعني انا كنت لسه بقول في المقدمه يعني ممكن تشتري شنطه طبعا جلد طبيعي وكل حاجه، هي بيكون سعرها طبعا لا يقارن بالسعر السكاي او الجلد الصناعي، بس فعلا انت ما بتحتاجيش تلبسي غيرها. انت لو عندك شنطه جلد طبيعي انت هتحسي انك مش قادره تلبسي الشنط الثانيه. لا وبتحصل بقى مشاكل في الموضوع الشنط بقى اللي هي بتتباع في السوق دي، اللي انت تجيبي شنطه غاليه جدا تمام وتلبسيها وتبقى حلوه جدا، مع مرور الوقت تلاقيها قشرت وتقشر بقى في مكان حساس. يعني عايزاكي ترميها خلاص. صدقيني بيبقى عارفه تتجننها على الفلوس. هما بيعتمدوا في نسبه. بما انك بتشتغل في الحاجه دي خليني في النقطه دي، تقدري تصلحيها؟ طبعا لازم اكون عامله حساب اي ديفو يحصل مني وانا بشتغل. ما هو بقى مست الجلد الطبيعي كده. في برضو اللي هي اللي اسمه ده اسمه ايه، جاكيت الجلد برضو بيحتاج جاكيت الجلد الطبيعي. هو الجلد توديه لاي حد يقول لك لا ده ارميه خلاص. لا ما بيكونش مثلا الجلد بتاعه باظ. لا ما بيكونش طبيعي الجلد الطبيعي، بتتحكمي فيه وبتعملي كل الديفوات اللي فيه. لا ما انا برضه عايزه اقول لك حاجه، انت ازاي تعرفي ان انت اللي بتشتريه ده جلد طبيعي ولا صناعي؟ نقطه مهمه جدا برضو. يعني في ناس ممكن تبيع لك الجلد الصناعي تقول لك ده طبيعي. لا طبعا انت لازم. وحكايه الولاعه اللي بيولعوها دي يا نسمه، يعني اجي اشتري حزام يروح اقول لها ده طبيعي وبصي بولع. لا بيولع؟ لا ما بيولعش، ما بيحصلوش حاجه بس في نفس الوقت بس ممكن يكون فيك. لا يكون فيك. هو فعلا الجلد الطبيعي هو اشهر اختبار لي وانت بتشتريه انك تعمليه بالولع. بس اكيد انت مش راحه تشتري شنطه انا مش هسمح لك مثلا انك تمسكي الجلد اتولع فيها تعملي كده. اولا لازم يكون في ثقه في البياع اللي انت بتشتري منه يعني تمام. اللي بيبيع لك. وثانيا انت بتعرفي الجلد الطبيعي من ريحته. ريحته بتبقى نفاذه جدا. وهو سبحان الله يعني لو حطيتي انت مع لو شفتي جلد طبيعي يعني قعدتي اتفرجتي على جلد طبيعي كتير عن قرب انت هتعرفي بعد كده انك تميزي ده من ده. اكيد. بتلاقيه من جوه ليه وبره. يعني انا برضو ببقى حريصه اني ما اكسيش كل الموديل من جوه
بالجلد. لازم اسيب فيه جزء كده برده عشان خاطر يبقى مبين ان ده فعلا جلد طبيعي. جلد طبيعي وريحته بتبقى نفاذه جدا على فكره. مش ريحه وحشه بس ريحه الجلد الطبيعي. ريحه الجلد الطبيعي بتاعتكم. وبرده اختبار الولاعه ده بيحصل فعلا بس يعني لازم يكون في ثقه في اللي انت بتشتري منه. يعني ازاي طب احافظ على الشنطه او الحاجه اللي معايا؟ حافظ عليها اهم حاجه برده. في ناس فعلا بتشتري الجلد الطبيعي وبتعامله معامله مش حلوه خالص. ممكن يترمي كده في الدولاب وسط حاجات كتير. لا الشنطه الطبيعي ده يعتبر صدقيني والله هو كائن حي يعني. بجد بدون مبالغه هو بيكون حاسس بتاثيرات الجو حواليه بكل حاجه حواليه وبيكون حاسس بيها وما ينفعش تهمليه. يعني انت طول الوقت لازم تديله كريمات. الكريمات المعينه بتاعته بتبقى عامله زي الشمع كده. هي كريمات معينه انت مثلا لو نزلتي اشتريتي مثلا من عند الناس اللي زي الفازلين كده حاجه شبهه كده. بس بيكون شمع مش فازلين. بتديله الطبقه بتاعته خلاص هو تلاقيه صحي معاكي يعني. بتلاقيه رجع تاني. رجع غير الجلد الصناعي. وبعدين ما ينفعش انك برده ترميه كده من غير حاجه. لا لازم. لا طبعا. تعلقيه وتقفليه مثلا او تحطيه في شنطه قماش مش في شنطه بلاستيك. نسمع طبعا في كل مجال شغل في سلبياته وفي ايجابياته او في مشاكل بتحصل. ايه بقى اطرف مشكله حصلت لك في المجال بتاعك ده؟ بصراحه هو يعني في الاول خالص اول ما نزلت بالشغل بتاعي نزلت في مكان ممكن يكون ما كانش مناسب بس ممكن اكون عشان كنت لسه في البدايه بدايه الطريق. كانت ناس عاجبها الشغل جدا بس ما بعتش ولا اي حاجه خالص يعني. اسعار بقى ولا لا؟ الناس مستغربه. مستغربه السعر؟ لا مستغربه ايه الجلد الطبيعي يعني. ما يعني مش واصله لهم الفكره او هو دلوقتي منتشر يعني. في ناس كتير بتعمل جلد طبيعي دلوقتي بس كان الكلام ده من 3 سنين مثلا اللي هو ايه الجلد الطبيعي؟ طب ايه اسعاره؟ طب ليه غالي كده؟ طب بتاع قعدت 3 ايام اعرض. الجلد الطبيعي اساسا بيكون غالي. معروف ان هو غالي. معروف ان هو غالي بس ممكن اكون فعلا من 3 ايام بتعرضي حاجتك. بعرض حاجتي ومفيش حد حد بس. لا واللي غريب ان كان كله منبهر. كان في ناس بتشتري بس اللي هي الحاجات الصغنونه بقى. بس الناس مداخله معانا. مداخله. استاذه رشا. الو الو استاذه رشا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم نورتينا. الشرف ليا. تسلمي. ربنا يخليكي. عايزين نعرف بس راي حضرتك في شغل استاذه نسمة. بقى قولي. احنا كنا مع السياحه والاثار ملتقى للفنانين. كانت شركة الصوت بيقطع. عند حضرتك يا فندم. المعرض البيني وقررنا نعرض بعض النماذج والمستنسخات اللي بتقوم بيها الوزاره. تمام. فقلنا نجهز جانب للعارضين من ملتقى فناني الاثار وهي الحقيقه الشبكه التقنيات السابقه. فعرضنا شغلها. عايزه اقولك على اعجاب الوزراء كمان اشادوا بيه ما شاء الله. فبجد مزيد من التفوق والتالق ودايما بنشرف انها تبقى معانا. والله يا استاذه رشا احنا شايفين صراحه الفينش والماتيريال ممتاز. يعني احنا الشرف لينا ان النهارده استاذه نسمة عندنا في البرنامج. جدا ربنا يخليك. هي كمان ايه يعني بتشرف دايما معانا بالشغل اللي مهم من التراث. تمام. تمام. اشكرك استاذه رشا. المصريه. ألف شكر. ألف شكر. الشبكة عندها بتقطع. نرجع لتلات أيام اللي ما بتعملش فيهم أي حاجة. كارثة دي بقى. التلات أيام وعندك نشاط. إحباط بجد يعني. تلات أيام. لا وكمان هي بقى أول حاجة تشارك فيها أول عندها نشاط ونازلة. وكان طبعا واخدة كل الدعم من حواليا. جوزي وبابايا طبعا واخواتي بس كلهم ناس مقربه. فكنت عندي شك انه ممكن يكونوا بيجاملوني بس لما نزلت هو اداني الثقه في نفس الوقت. يعني المعرض الاولاني ده اداني ثقه وفي نفس الوقت جاب لي شويه احباط في الاول وانا واقفه اللي هو طب ليه هل الاسعار ولا بس الاسعار كانت يعني كويسه مناسبه. بس كان اللي مديني الثقه بقى ان كانت الناس منبهره. فقلت لا انا مش هوقف طبعا. ممكن اكون انا نزلت في مكان مش مناسب ليا فكملت بقى ما وقفتش للاحباط دوت وكملت والحمد لله. بعد كده بقى الدنيا مشيت جدا وشغلي كمان سافر بره.
يعني سافر بره مصر كمان. يعني انت بتشتغلي بره مصر وفي مصر؟ لا هو في ناس بتيجي تاخد مني المنتجات وبتسافر فيها بيها بلاد بره عايشين بره. احنا لما دخلنا الاعداد والكنترول بتاعنا دخل على البيجي بتاعي ما كانش متوقع ان حضرتك بالسن ده. يعني كميه الريفيوهات وكميه الشغل وكميه الشكر اللي على البيجي بتاعك، طبعا دي ريفيوهات طبيعيه يعني ما فيهاش فيك خالص، فكناش متوقعين ان استاذه نسمة قاسم مصممه الجلود الهاند ميد بالسن ده. فطبعا ده نجاح كبير قوي ان احنا نخش على البيج وفي سن حضرتك ونلاقي فيه تفاعل. الحمد لله. ده اللي بيخلينا اواجه لك سؤال، ان المصداقيه عندك اهم من الناحيه الماديه. طبعا لازم. ازاي بقى؟ ودي حاجه اساسيه اتعلمتها في الكورس، ان لازم اكون انا عندي مصداقيه في الحاجه اللي بعملها. يعني ما ينفعش ان انا دايما بعمل اي قطعه بعملها كاني انا اللي هلبسها. على فكره يعني مش مثلا دي مش ليا او كذا، لا اي قطعه بعملها انا اللي هلبسها، فببقى دايما حريصه ان هي ازاي تبقى متينه وازاي تكون قويه وازاي تكون من جوه مش داخل معاها اي نوع من الجلود، حتى اللي مش يعني في ناس تبطن بقماش او جلد صناعي، انا لا كله طبيعي ما بحبش ادخل. فلازم يكون في مصداقيه طبعا عشان حتى العميل يصدقني وهو بيشتري مني يعني. تمام. ويجرب أكيد. يتعامل معايا تاني، وفعلا الحمد لله كل اللي بياخد مني بياخد تاني وتالت وبياخد قرايبه كمان. طبعا حلقه اتجرت في ثانيه. ميرسي. فبستاذنك التواصل بسرعه كده. نعم. التواصل اللي عند حضرتك هو التواصل بيكون عن طريق الاونلاين، وبعد كده بقى بنبتدي نتكلم. ارقامك ظاهره على الشاشه وكل حاجه. ارقام الواتساب وبنتفق. شكرا حضرتك وشرفتينا والحلقه جت في ثانيه. اشكرك استاذه نسمة، ومن تقدم لتقدم ان شاء الله. ميرسي ميرسي. وكده وصلنا لنهايه حلقتنا، انتظرونا بعد الفاصل مع التاتو. طبعا كتير مننا بيسال هو حرام ولا حلال، ايه اضراره، يا ترى ايه يعني الجمال بتاعه. تابعونا بعد الفاصل.